لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. تكريم الطلاب الأوائل في كلية العلاج الطبيعي للفرقة الأولى، المركز الأول يوسف علاء عربي خليل. وفي المركز الأول مكرر سارة محمد ربيع أحمد أبو بكر. المركز الثاني باسم سامح بولس أسحق. وفي المركز الثالث شيماء حمد الله محمد حمد الله. المركز الثالث مكرر الطالبة ولاء عبد المنعم محمد متولي. أوائل الفرقة الثانية، في المركز الأول أنس عبد الوهاب عطيت محمد. وفي المركز الثاني عمرو الحسين محمد يوسف. في المركز الثالث سمية صابر وهبي إسماعيل. Thank you.